هذا البرنامج برعاية في كل مكان. مشاهدي سلامتك تهمنا، واهلا بيكم في حلقه جديده مميزه جدا كالعاده من سلامتك تهمنا. اولا الشكر واجب والزامي علينا لكل اللي اتصلوا بينا وتعليقاتكم الايجابيه اللي وصلتنا على صفحه البرنامج وصفحه القناه، هي دي الداعم الاساسي لينا ان احنا نكمل، لان سلامتك من سلامتي وسلامتك تهمنا. حلقه النهارده سبب تميزها ان هي خاصه لمهمه جدا لكل اب ولكل أم ولكل بيت في طفل مصري عاش معانا فترة كورونا ودفع الضريبة، دفعها من ضد الفطرة، فطرة الطفولة أنه يتحرم من اللعب والخروج والفسح. كان واجب أن احنا نلاقي حل بما يسمى بالدعم النفسي للطفل، وإزاي نتعامل معاه في فترة كورونا، والأنشطة اللي هي واجب توفيرها لي، يعني تعمل شيء من المعادلة كده ترجع له طفولته تاني ولكن بشكل آمن، خصوصا الأطفال تم عزلهم خوف عليهم. وما زال نهر العطاء متواصل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتقدم الدعم ده لأطفالنا في صورة مجالات ترفيهية، وداخل الترفيه بيبقى فيه الرسالة التوعوية. هنعرف أكتر عن قصة الدعم النفسي والخدمات اللي لسه بتقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال الدعم النفسي لنور العيون اللي هم الأطفال. من ضيفتي الكريمة اللي مشرفانا النهاردة أستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، مشرفانا النهاردة في سلامتك تهمنا. اهلا بيك يا استاذه، وشرف واضافه وجودك معنا استاذه. اهلا وسهلا بحضرتك، ميرسي جدا. القصه جميله والفكره حلوه خالص، ان برضو ناخد بالنا من الاطفال، خصوصا زي ما قلت كده ضد الفطره ان احنا نعزلهم. القصه والفكره بدات امتى بقى عند الهيئه او عند القائمين على داخل الهيئه؟ يعني هو الهيئه من بدايه شغلها، من بدايتها اساسا بتهتم بشريحه الاطفال، وخصصت ليهم كمان برامج متنوعة علشان تقدر تتعامل مع الأطفال واحتياجاتهم، ونقدر نكون بننمي كمان مهاراتهم. ففي البداية الهيئة اتعاملت مع الأطفال واشتغلت من خلال نوادي للأطفال، بتنمي مهارات الأطفال وبتعدل سلوكياتهم وبتنمي فيهم كمان السلوكيات الإيجابية. وأضفنا بعد كده كمان برامج تانية لشريحة الأطفال العاملين واللي هم بيعملوا في أعمال خطرة في الورش وفي الحرف اللي هي خطر، وكمان مع الأطفال في وضعية الشارع أو اللي بنسميه الأطفال بلا مأوى. فالهيئة من بداية عملها وهي دايما بتطور في شغلها وفي برامجها علشان تقدر تتقابل مع احتياجات الأطفال. ولما جت فاجأتنا طبعا كلنا أزمة كورونا، الحقيقة كلنا صحيح. يعني كلنا اتلخبطنا وتوترنا وقلقنا وخوفنا، وكان يعني أكتر شريحة كانت بتعاني من الخوف والقلق أكيد كانت الأطفال، وخاصة طبعا برضو الأطفال ذوي الإعاقة. فباعتبار ان هم طبعا من الفئات اللي هم الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا والاكثر هشاشه، فكان زي ما البرنامج بتاع حضراتكم بيقول سلامتك تهمنا، فكان برضو سلامه الاطفال في وقت صعب زي ازمه كورونا كده تهمنا جدا وتهم الهيئه، وكانت على يعني في صدارة التفكير إنه إزاي نقدر نتعامل مع التخوفات اللي فرضتها علينا أزمة كورونا، وخاصة مع الأطفال والأطفال وأسرهم كمان. وجاء المشروع بتاع الحماية الاجتماعية استجابة سريعة للتعامل مع
الأطفال وأسرهم في معالجة التخوفات والتوتر اللي حصل نتيجة العزلة بقى والتباعد الاجتماعي. كلنا يعني طبعا فرضنا عزلة إجبارية على أولادنا، قعدناهم في البيت، المدارس تم إغلاقها، الحضانات قفلت، فيعني وده ما يتفقش إطلاقا مع طبعا طبيعة الأطفال. الأطفال طاقة، الأطفال عايزين يتحركوا، عايزين يخرجوا ويخرجوا الطاقة اللي عندهم دي. فهو مش بس كانت بتسبب كمان للأطفال، كانت بتسبب لأسرهم كمان مشاكل أكيد يعني. صحيح. فالمشروع الحقيقة كان يعني بيمثل استجابة سريعة للتعامل مع كل ده. فكرة يعني كلمة الدعم النفسي أكيد هي لها دلالات ولها مردود إيجابي، وحضرتك بتقولي إن الفكرة مش وليدة اللحظة، ده من زمان يعني، مش مجرد هي زادت كمان، الخدمة بتقدم بطريقة أفضل ومش أفضل بأكثر عذرا يعني فترة كورونا. طيب طبيعة الأنشطة بقى اللي بتقدموها للدعم نفسي للأطفال الأول بقى. تمام. يعني هي الحقيقة الأنشطة مش بس أنشطة ترفيهية، لكن هي بالأساس أنشطة تعليمية وتوعوية، لكن بنستخدم الترفيه والأنشطة الترفيهية كأداة علشان نقدر نوصل ببساطة الرسائل التوعية، والرسائل التوعية دي تتعامل مع التخوفات اللي جوه الأطفال. فكان الأنشطة كانت متعددة الحقيقة، من أنه يبقى في رسائل توعوية للأطفال بشكل مبسط في جلسات بيراعى فيها التباعد الاجتماعي في وجود الأطفال ومن خلال متخصصين، ومن خلال أنه يبقى في بعض الأدوات اللي يقدروا الأطفال يفهموا منها التوعية دي بشكل مبسط، من خلال ان هم يرسموا، يلونوا، تتحكي لهم قصة علشان يقدروا يعرفوا ازاي يقدروا يحموا نفسهم من الآثار بتاعت والعدوى، آثار العدوى يعني. فمثلا كانوا بيتعلموا الأطفال ازاي ان هم يغسلوا ايديهم بشكل سليم وبطريقة صحيحة علشان يحموا نفسهم من العدوى، ازاي يقدروا يستخدموا الكمامات بشكل سليم علشان برضو يحموا نفسهم من الإصابة. فدي كان في بعض الأنشطة الرياضية اللي كانوا بيمارسوها الأطفال عشان وتوصل لهم برضو المعلومات بشكل بسيط عشان يقدروا يفهموا المعلومات دي ويقدروا ان هم يطبقوها كمان في حياتهم بقى وتعاملاتهم المختلفة. كنت يعني جميل ان يتناسب الرساله اللي بتوصلوها مع المرحله العمريه، ده بيبقى الاستجابه اسرع اكيد. طيب هرجع للقائمين باللي بيقدم الرساله، ده متخصص يعني متخصص في طريقه العرض ولا ما اشترطش ان هو يكون متخصص؟ احنا يعني في اغلب الشغل اللي احنا بنعمله في كل البرامج بنتعامل مع شريحه كبيره جدا من الخبراء والمتخصصين في كل مجال. فلما بيبقى عندنا شغل مع الأطفال بيبقى فيه تعاون مع خبراء ومع متخصصين ومع كوادر بتكون مدربة للعمل مع الأطفال وتوصيل الرسائل برضو بشكل بسيط يكون سهل فهمه للأطفال. فإحنا قدمنا كل الرسائل بتاعة التوعية من خلال متخصصين، وخاصة طبعا بالتعاون مع الإدارات الصحية ووزارة الصحة علشان يبقى فيه برضو معلومات طبية صحيحة بتوصلهم عن إزاي يحموا نفسهم من الإصابة بالعدوى. تمام. كاميرا البرنامج سجلت بعض الأنشطة، كان في بعض الأطفال يعني فيها فكرة الرسم ورسومات وعروض كمان فنية تاني. تمام. لو رجعنا اتكلمنا بقى على مستلزمات اللي هي الرسم مثلا، مين بيجيبها، الهيئة ولا الطفل نفسه ولا الأسرة؟ هو المشروع كان بيوفر الأدوات اللي كانوا بيستخدموها الأطفال في سواء كانت بقى في المسابقات، في الأنشطة المسرحية، في الرسم والتلوين، فكان بيوفر المتطلبات دي ومن خلال برضو التعاون مع الجمعيات الشريكة في مجتمعاته. كان في أماكن معينة يعني هي فيها بتقدم فيها خدمة الترفيه ولا كان متنقلة موجودة مثلا بتروح من قرية لقرية أو من مكان لمكان ولا؟ هو الهيئة احنا عندنا استراتيجية أساسية وهي استراتيجية الشراكة. فاحنا كهيئة مش بنتعامل مباشرة مع المواطنين، لكن بنشتغل بشراكة كاملة مع الجمعيات الأهلية القاعدية اللي موجودة في المجتمعات.
وده يعني ليه هدف برضو ان تبقى الخدمة مستمرة سواء كانت الهيئة موجودة او مش موجودة. فمن خلال الجمعيات الشريكة اللي موجودة في المجتمعات كنا بنقدم الخدمات بتاعة المشروع وخدمات التوعية ورسائل التوعية، وكل الأنشطة اللي كانت بتتم مع الأطفال كانت بتتم داخل أماكن الجمعيات نفسها، فكانوا الأطفال بيحضروا الأنشطة دي جوه الجمعية. هرجع لأولياء الأمور، وطبعا دول يعني حجر الزاوية في تقديم الخدمة. كنتوا بتعملوا مثلا دورات تدريبية زي تعاملوا مع الطفل في خلال فترة كورونا، توعية خاصة بأولياء الأمور ولا لا؟ تمام. لا كان في طبعا توعية خاصة للأسر عشان برضو الأسر يقدروا كمان هم جزء من الدعم النفسي لأولادهم، عشان يبقوا قادرين يتفهموا التخوفات اللي عند أولادهم، ما يبقاش في مشاكل ما بين الأسرة وبين الطفل أو فجوة موجودة. فكان بيحصل بالتوازي توعية للأسر علشان إزاي يقدروا يحتووا أولادهم في الفترة الصعبة دي، يقدروا هم كمان يكملوا رسائل التوعية اللي بتتعطي للولاد في اللقاءات بتاعتهم. وكمان كان في تعليم من فكرة انه ازاي يبقى في استخدام آمن للتكنولوجيا في الفترة دي، لانه طبعا لما حصل الإغلاق بتاع المدارس ولادنا بقوا يعني لزقوا في الموبايلات ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل الحاجات دي زودت تعامل الأطفال مع الإنترنت والمواقع المختلفة. فكان برضو لازم يبقى في توعية للأسر إزاي إن هم يوعوا أولادهم على أنه يبقى في تعامل آمن مع التكنولوجيا ومع المواقع دي. وكمان في نفس الوقت الهيئة أنتجت أدوات كمان تساعد الأطفال وتشغل ذهنهم، يعني يبقوا بيلعبوا وبيتعلموا وذهنهم كمان بيشتغل، من خلال إنتاج بعض المواد مثلا زي البازل، يعني هو بيلعب ويتعلم عن الفيروس وإزاي يحمي نفسه ويقي نفسه من الإصابة، وهو مبسوط وهو بيتمتع وهو بيتسلى. فيعني فكنا بنشتغل على بشكل موازي مع الأسر ومع أطفال. تحياتي لحضرتك والشكر موصول لكل السواعد المحترمة اللي بتشتغل داخل الهيئة، وتشرفت بالمعلومات السرية الطيبة اللي حضرتك قدمتيها. تحياتي ليك. شكرا ليكم. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا نروح دلوقتي نستمتع مع فقرة من أنشطة الهيئة الترفيهية، ونرجع نواصل في سلامتك تهمنا. استنونا. صباح الخير. عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن فيروس كورونا. كلنا بنسمع عنه طبعا في التلفزيون وفي المدرسة، وماما وبابا بيكلمونا عليه. تمام؟ الفيروس ده وحش جدا، بيخلي الإنسان يبقى مريض وتعبان جدا، مش قادر يقف ولا يتكلم ولا يتحرك، وممكن عند أي واحد ضعيف قوي ما عندوش مناعة قوية ممكن كمان يموته. فاحنا ازاي نحافظ على نفسنا من الفيروس ده؟ أهم حاجة إن احنا نتغذى كويس، نسمع كلام ماما في أي أكل تدهنا، وخصوصا الخضروات والفواكه. محدش يقول على ده لا ما باكلوش، لا ده ما بحبوش. ناكل كل الاكل بالذات الفاكهه والخضار، ونشرب ميه كتير. تاني حاجه نحافظ عليها بيها ازاي؟ ان احنا نحافظ على نفسنا، ما نمسكش اي حاجه طول ما احنا ماشيين، ولو مسكنا اي حاجه يبقى ايدينا دي ما تلمس وشنا خالص، نبعد عن عينينا ومناخيرنا وبقنا. ولو حد عطس في طريقة معينة هتعلمها لكم قبل أمان، وكمان غسل الإيدين هتعلمها لكم، ولبس الماسك هتعلمها لكم. الماسك ده نلبسه على طول، طول ما احنا في الشارع ما نقلعوش أبدا. وفي طريقة حلوة ان احنا نلبسه بيها ونقلعه بيها، أول لما نروح بنقلع الماسك ونغسل إيدينا تاني كويس ووشنا، ونحافظ على نفسنا. أولا كمان في المدرسة محدش يسلم على حد ولا حد يبوس حد، احنا في طريقة جديدة تعلمناها للسلام والكلام. تمام؟ كمان في حاجة كويسة قوي، ماما ما تقول لنا اقلعوا هدومكم دي عشان مش كويسة ومتسخة، لازم نقلعها وناخد حمام كويس جدا. الملايات بتاعت السرير بتاعتنا تبقى نظيفة ونحافظ عليها، البيت كله يبقى نظيف.
اما البيت كله يبقى نضيف واحنا نضاف، الفيروس ده عمره ما يدخل البيت ولا يعدينا. وطول ما احنا في الشارع ماشيين محافظين على نفسنا ونبقى لابسين الماسك عشان لو حد جنبنا كح او عطس، الكحه والعطسه دي ما تجيش عندنا. ماشي. حاجه تانية اقول لكم عليها، طول ما احنا المناعه بتاعتنا قويه وبناكل كويس وبنحافظ على نفسنا كويس، الفيروس ده عمره ما يتمكن مننا ابدا. خلاص احنا عرفنا ان كورونا ده فيروس وحش قوي جدا، وعرفنا ازاي نحمي نفسنا منه. طبعا احنا قلنا غسيل الايدين ولبس الماسك اهم حاجه. دلوقتي حالا قبل ايمان هتيجي تعلمكم ازاي نغسل ايدينا كويس قوي، وازاي نلبس الماسك ونقلعه ونتخلص منه ازاي. ماشي يا حبايبي. صباح الخير. عاملين ايه؟ طبعا احنا قلنا ازاي هنقاوم كورونا بغسيل الايدين. هنتعلم دلوقتي الطريقة الصحيحة ان احنا نغسل ايدينا ازاي. احنا هنعتبر ان المادة دي هي الصابون. احنا لما بنيجي معظم الاطفال بيغسلوا ايديهم كده اهو، هل الصابون عمل لكل ايدي وصل لكل ايدي؟ هنتعلم ازاي نمسك صباع صباع وهنغسله كويس جدا، نعمل كده عشان الصابون يوصل لكل ايدي، وهنعمل كده وهنمسك الاصابع التانية. هل الصابون وصل لكل ايدي ولا لسه؟ هنروح عاملين كده اهو وعاملين كده، نعمل كده 20 ثانية تحت المية كده، الصابون وصل لكل ايدي ولا لا؟ مين بقى معايا هيقدر يطلع يعمل الطريقة دي؟ تعالي انتي اهو في جنبي هنا. اتفضلي. ركزوا شوفوا ندى هتعمل ايه. كده يا ندى، بنعمل الطريقة دي 20 ثانية تحت المية عشان الصابون يوصل لكل ايدينا. كده يا ندى شاطرة، كده الصابون وصل لكل ايدينا. شاطرة يا ندى. هنتعلم ازاي نقلع الماسك وازاي نلبسه. انا دلوقتي المفروض وانا بلمس الماسك ان انا ممسكوش من هنا اهو، انا بمسك الماسك كده اروح لابساه كده. ينفع وانا لابسه الماسك احط ايدي هنا او احط ايدي من جوه؟ ما ينفعش. انا باجي بقلعه بنفس الطريقه اللي انا لبسته منها، انا بقلعه من هنا اهو، بقطع الحته دي عشان ما حدش يمسكه او يلبسه مكاني. في اطفال بتلبس الماسك اللي واقع في الارض، احنا لا، عشان الطريقه الصح نعمل كده اهو وهنرميه في الباسكت. مين يقدر يقول لي بقى انا عملت ايه او يلبس الماسك ويقلعه؟ تعالي انت، تعالي وقفي هنا وريهم ازاي تلبس الماسك. اقلعي اللي انت لابساه والبسيه من الاول. كده هو من هنا، لما نيجي بنقلعه برضو بنقلعه بنفس الطريقة، ولما بنيجي لما نيجي نرمي بقى وريني. طيب هتقلعيه ازاي؟ نفس الطريقة كده اهو، لما نيجي نرمي رح قاطعينه هنا كده. شاطرة. احنا بنقطعه كده ليه ونرميه كده؟ عشان محدش يلبسه ما يورونا. وبعد كده ما ينفعش نمسكه من هنا ولا من هنا، احنا بنلفه كده اهو ونرميه في الباسكت. شاطره، برافو، اتفضلي. خلاص كده، اتفضلي عادي. مين تاني يقدر يطلع يلبس الماسك ويقلعه؟ تعالي تعالي اقف هنا وريهم بقى. قلعي ده، وريهم ازاي هتلبس الماسك.
احنا ينفع نلبس الماسك نمسكه من جوه؟ لا. طب يلا ورينا الطريقه الصح. لما نيجي نلعب نفس الطريقه بنقطعه ولا بنرميه كده؟ لا بنقطعه كده ونلفه. شاطرة، برافو، اتفضلي. هو المفروض احنا اتعلمنا مع بعض ازاي نغسل ايدينا وازاي نلبس الماسك وازاي نقلعه، ودلوقتي معانا فقرة الاراجوز. مين فينا بيحب الاراجوز يا ولاد؟ ايه لا، واحد اتنين تلاتة بس. مين فينا بيحب الاراجوز؟ يلا بقى كلنا اللي بيحب الاراجوز ننادي عليه كلنا بصوت عالي ونقول له اطلع يا اراجوز. يلا سقفوا لي سقفة كبيرة قوي. سقفوا لي سقفة كبيرة. شكرا 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 شكرا. هطفال الجمال، مين بيسمع الكلام؟ أنا. مين بيسمع كلام بابا وماما؟ أنا. اوكي، بقول لك ايه يا استاذ؟ ايوه يا رجل. هم كلهم بيلبسوا الكمامه بتاعتهم؟ كلكم بتلبسوا الكمامه يا اولاد؟ وبنغسل ايدينا كويس؟ وبنبعد كلنا عن كل اصحابنا عشان ما حدش يتعدي من حد؟ ايوه. طيب يا استاذ بقول لك ايه؟ نعم. انا جيت النهارده وعايز اشترك معاهم، ممكن اشترك معاهم؟ هتشترك مع اصدقائي بايه بقى؟ بصوا هنقعد نتكلم الاول ونتعلم الاول وبعد كده نعمل فقرات جميله عشان هي دي هتكون النتيجه الجميله. وهتعلمنا ايه النهارده بقى يا رجوز؟ هنتعلم كلنا ازاي نسمع الكلام والخطوات الجميله عشان نحافظ على نفسنا ومفيش حاجه تاذينا. جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين. ايه ده، دول لسه نايمين. جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين. اللي بيسمع كلام بابا يقول انا. اللي بيغسل ايده كويس بالصابونه كتير يقول انا. انا. اللي ما بيحطش ايديه على وشه وهو موجود في الشارع او في المدرسه يقول انا. انا. اللي بيلبس كمامته صح وتكون مظبوطة يقول أنا. شطار 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 شطار. يلا سقفوا لهم سقفة كبيرة. هي أنا شاطر أهو. بقول لك يا استاذ. بقول لك يا استاذ. ايوه. انت جيت بقى معانا تشترك معانا النهارده؟ انا جيت النهارده وعايز اشترك معاهم النهارده. هتشترك معانا بايه بقى؟ هعمل شقاوه جميله معاهم النهارده والعب معاهم لعب كتير. ايه بقى اللعبه اللي انت هتلعبها معانا النهارده؟ عشان هم شطار هغني لهم اغنيه جميله. اغنيه جميله؟ اغنيه ماما زمانها جايه. مين؟ ماما. ماما زمانها جايه؟ ايوه. حافظينها يا ولاد؟ هنغني مع بعض يعني؟ يلا كلنا مع بعض. يلا. انتوا حافظين ولا مش حافظين؟ حافظين. يلا. ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه سندوتش فراخ كومبو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ ايه جايبه سندوتش فراخ كومبو دي؟ ماما عشان تعمل التعليمات الجميله هجيب لها سندوتش فراخ كومبو. هي عدت على كنتاكي وهي جايه. امال اجيب ايه؟ جايبه لعب وحاجات. مين دي؟ ماما. سقفوا لمامته سقفه كبيره قوي. يلا بقى غني صح. يلا يغنوها معايا بقى. هيغنوا معاك. ده انت شقي قوي. بس تغني صح. ماشي. يلا. ماما زمانها جايه جايه. بعد شوية جايبة لعب وحاجات. صح كده. جايبة معاها شنطة فيها سندويتش الكبدة وشوية. ايه في سندويتش الكبدة دي؟ يعني ماما مش هتعملنا غدا النهاردة ولا ايه؟ غلط خالص. ايه ده ايه ده، انا سحلان خالص. طب بقول لك ايه؟ قولي. بقول لك ايه؟ نعم. يلا التعليمات التانية كمان وهغني لكم اغنية بجد بقى. ايه بقى التعليمات التانية؟ التعليمات التانية لازم كل واحد بيحافظ على التاني، نكون واقفين بعيد عن بعض بمسافة كافية عشان ما حدش يتأذي من حد. اللي بيعمل كده يقول انا. انا. ولما نلاقي حد يكون تعبان او بيكح او سخن شوية نحاول ما نقربلوش ونبعد عنه. اللي بيعمل كده يقول انا.
ولازم كلنا نعرف اصحابنا الجمال زي ما احنا متعلمين. أيوة. نعلمهم عشان كلنا نكون بصحة كويسة. اللي بيعمل كده يقول انا لا كده هم شطار. ويلا كلنا نرفع ايدينا وسقفوا لنفسكم سقفة جميلة قوي. عارفين هعمل معاكم ايه النهاردة؟ اقول لك يا استاذ. ايوة ينفع بقى اديك اغنيه تانية تغنى لهم؟ ايه ده هم شطار قوي للدرجه دي؟ اه شطار قوي. وبيسمعوا الكلام؟ بيسمعوا الكلام. وبنحافظ على نفسنا؟ بنحافظ على نفسنا. اللي بيحافظ على نفسه وبيتحدى المرض الوحش خالص اللي اسمه الكورونا يقول انا كده هنكون شطار وهنعدي المحنة الوحشة دي على خير وهنبقى أقوية ويكون عندنا عضلات كتيرة قوي. اللي عايز يعمل كده يقول أنا يلا إيه؟ أيوة ينفع أديكوا غناء تانية؟ إيه ده أخي إنت جاي تنام هنا؟ أنا قلت أنام شوية. أنت تنام إيه يا بابا؟ ماشي أعمل إيه دلوقتي؟ أديكوا غناء تغنيها لهم. ماشي قول لي على كلمة جميلة أقولها لهم كلهم. كلمة جميلة؟ أيوة. قول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضراتكم متشقلبين. إيه ده؟ ما بقاش قلبة يا حبيبي. إيه ده يتشقلبوا كده غلط؟ ما بقاش قلبة. طب كل سنة وحضراتكم مروحين. إيه ده؟ احنا لسه جايين. هم لسه جايين حبيبي. ايوه اسمع كل سنه حضراتكم طيبين. ماشي يلا. لو قلتها صح هيسقفوا لي عشان هبقى انا شاطر. يلا كل سنه. أيوة. وحضراتكم طيبين. يلا سقفوا لي سقفة كبيرة. شفت انا شاطر ازاي بقى؟ بقولك ايه؟ ايوه ينفع اديكوا اغنية بقى تغنى لهم؟ طيب بص لما اسألهم كان سؤالي الاول وبعد كده غني لهم عشان هي دي المكافأة الجميلة ليهم. ماشي يلا قولوا لي بقى احنا لما بنكون في المدرسة ينفع نحط ايدينا على وشنا؟ لما نمسك الصابونة نغسل بسرعة ولا نغسل كتير؟ طيب الكمامة لما بنيجي نلبسها بنلبسها بطريقة صحيحة ولا طريقة تانية؟ لما نكون قاعدين جنب أصحابنا نقرب منهم قوي ولا نبعد شوية؟ نبعد شوية. طب مين بيسمع كلام بابا وماما؟ أنا. شطار 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 شطار. سقفوا له سقفة كبيرة قوي. كده انا هغني لهم اغنيه جميله اغنيه ذهب الليل. ماشي ماشي. هتغنوا معايا؟ هيغني معايا. هتغني معايا؟ ايوه هيغنوا معايا. هيغنوا معايا. يلا ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو شاف القطه قال لها بسبس قالت له نو نو. ايوه ماما قالت له سيب القطه خليها في حالها. سب مدرسته ورمى كراسته وراح جر شكلها. قامت القطة مخربش ايده. عارف ليه؟ عشان ما بيسمعش كلام مامته. شفت بقى اللي ما بيسمعش كلام ماما وبابا يحصل فيه ايه؟ ايوه بقول لك ايه؟ انتوا شطار وبتسمعوا الكلام؟ اه. طب انتوا لو شطار هدوا معايا 10 عدات عشان بعد كده هقول لكم على مفاجأة جميلة. جاهزين ولا مش جاهزين؟ دول لسه نايمين. يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اللي هيحارب الكورونا معانا ونحافظ على نفسنا كله يقول هي احنا اقوى من الكورونا. عشان كده جايب لكم البطل الاعلامي الخارق الجميل شخصيتنا المحبوبه سبايدر مان. مكافئتكم الجميله سقفوا لنفسكم سقفه كبيره قوي. مين فينا بيحب سبايدر مان يا اولاد؟ نرفع ايدينا الاثنين اللي فوق ونسقف له سقفه كبيره. ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ مين اللي عايز يبقى زي سبايدر مان؟ طب اللي عايز بقى يبقى زي سبايدر مان يسمع الخطوات التالية. مين فينا بيغسل ايده بالكحول؟ مين فينا بيغسل ايده بالديتول؟ لا لا مش سامع. واحد اتنين تلاتة بس. اه ايه ده ايه ده ايه ده؟ واحد اتنين تلاتة بس ولا كلنا كلنا كلنا؟ مين فينا بيلبس الماسك بتاعه؟
لازم كل واحد يبعد عن التاني قد ايه يا اولاد؟ قد ايه قد ايه؟ لازم نبعد عن بعضنا كتير، ولو شفنا حد بيعطس نقول له ايه يا اولاد؟ لو شفنا حد بيعطس نقول له ايه؟ استخدم المنديل. استخدم ايه؟ نستخدم ايه يا اولاد؟ ولازم على طول نبقى لابسين الماسك الكمامه بتاعتنا في الشارع. مين فينا بيعمل كده؟ ومين فينا بقى عايز يبقى زي سبايدر مان؟ يا ترى بقى سبايدر مان بياكل ايه يا اولاد؟ بياكل ايه يا اولاد عشان يبقى قوي كده؟ بتحبوا كورونا ولا بتكرهوه؟ لازم ناكل الخضروات والفواكه عشان نواجه فيروس كورونا. مين فينا بياكل الخضروات والفواكه؟ ولازم نسمع كلام ماما وبابا في البيت وناكل الخضار المسلوق. مين فينا بيحب الخضار المسلوق؟ ومين فينا بيحب الفراخ المسلوقة؟ مين فينا بيحب الفراخ المسلوقة؟ أنا باكلها كل يوم. مين اللي كلها؟ إيه ده، واحد اتنين تلاتة بس؟ عارفين أول ما نصحى من النوم لازم نعمل إيه كمان يا أولاد عشان نواجه فيروس كورونا؟ نغسل وشنا. شاطر، سقفوله. انت وايه كمان نعمل ايه كمان؟ سقفولها. وبعد ما نغسل وشنا نعمل ايه كمان؟ برضو نغسل وشنا، نغسل ايدينا، وبعد ايدينا واحنا في الشارع نلمس وشنا ولا ما نلمسوش؟ شطور، سقفوا لنفسكم سقفة كبيرة. واحنا في الشارع نحط ايدينا على اي حاجه ولا ما نحطهاش؟ طب ولو اشترينا حاجه من السوبر ماركت نروح نغسلها ولا ناكلها كده؟ ولو ما غسلناهاش ممكن يحصل لنا ايه يا اولاد؟ ممكن نتصاب بالعدوى، صح يا اولاد؟ يبقى لازم نغسل الحاجه كويس ولا لا؟ ونتاكد من جوده المنتج ولا لا؟ مين فينا بيعمل كده؟ نرفع ايدينا الاتنين لفوق لفوق. خليكم بقى كده شويه، سقفوا لنفسكم سقفه كبيره. ولسه مكملين في فقره عنوانها الجمال والبراءه، وزي ما شفنا المعلومه اللي هي اكثر من مفيده مصحوبه بالضحكه الحلوه من حبايبنا ونور عينينا الاطفال. لسه دلوقتي نتعرف عليهم ونعرف هم عارفين ايه عن كورونا، ازاي بيتعاملوا معاها، كمان الانشطه الجميله اللي هي زي ما احنا قلنا بتخلي في اقلامه كده نفسيه ومتعايشين مع الفتره الصعبه اللي دفعوا ضربتها معانا، وهي التباعد الاجتماعي. زي ما كنا حضراتكم عارفين ان كان في تعليق للمدارس والحضانات، النهارده من قلب الحدث هنعيش اللحظه مع حبايبنا ونور عينينا الاطفال، وازاي بيتعاملوا مع كورونا وازاي بيحموا نفسهم. اتعرف عليك، اسمك ايه؟ اسمي رحمه. عندك كام سنه يا رحمه؟ 12 سنه. 12 سنة. انت جاية هنا ليه بقى؟ انا باجي هنا باجي هنا طول ما بتعدي. انت جاية هنا عارفة بتعملي ايه؟ طب ايه بقى اللي بتحبيه تعملي؟ القراءة. والرسمة، انا كنت شايفك من بدري بترسمي ورسمة جميلة كمان، بتلوني الوان جميلة. طب انت شفتي بقى معانا الفقرة بتاعت سبايدر مان وبتاعت الاراجوز والتوعية اللي اديتها المس، استفدت منها ايه؟ احكي لي بقى. ان استفدت من الكورونا دي، اللي هي كورونا لما جه من باب كورونا دي وحشه، تمام، عدوى وحشه كورونا، عرفنا ان احنا بنغسل ايدينا ازاي، ونستعمل كمامتنا ازاي، ونستعمل لبسنا، ونستعمل احنا ماشيين في الشارع ما نلمس حاجه. طيب دي الحاجات اللي انت عرفتيها، بتعملي ده ولا لا؟ ولا ساعات بتنسي؟ لا بعمل على طول. طب وبتقولي لاصحابك اعملوا ده؟ ما انا بحترم برضو انك انت ساده معايا، بس برضو اقول لك انت عرفتي المعلومه. حاجه تبقى جميله واجمل واجمل لما تلاقي واحده صاحبتك مش واخده بالها ان هي مش يعني مش عارفه تلبس الكمامه صح، او مش لابساها خالص، او بتحط ايدها على وشها. لا، المعلومه اللي انت عارفاها تقولها لها، علشان زي ما انت بتحمي نفسك انت بتحميها هي كمان، لان هي لو اتصابت ايه اللي بيحصل؟ طبيعي هتخلينا انا اتصاب، صح؟ لان يعني كورونا ده بالذات كل الناس ممكن تتصاب من بعضها، صح؟ طيب عرفتي تغسلي ايديك كويس ازاي؟ طب اول حاجه لما بتصحي من النوم بقى بتعملي ايه بقى؟ بغسل وشي وبغسل ايدي ومضمض بقي وبعد كده
عليه. ده اللي انت اتعلمتيه. عارفة أكتر حاجة ممكن تضر البني آدم هي اللي حصلت لنا الفترة اللي عدت من سنتين كورونا. طب وعرفت إزاي بتحمي نفسك كده من كورونا بقى؟ كده أنت تقولي، أنا قلت لك أنت بتقولي لأصحابك لا خلاص أنا مش يعني زي المعلومة اللي أنت عارفاها بتعلمها لأصحابك، وأنت قلت لي ما بقولش. أنت كده أنا عايزك توعديني إن كل ما تقابلي حد مش عارف المعلومة تقولي له. أنت جيت هنا بقى عشان عرفت إن في أنشطة تتعمل هنا ولا بابا وماما اللي جابوك؟ لا انا جيت عشان عارفه في انشطه بتتعمل هنا. في انشطه بتتعمل هنا، منها ايه بقى النشاط اللي انت شفتيه بيتعمل هنا بقى؟ بيحكوا لنا عن كورونا ويعني حاجات جميله هنا بطريقه حلوه. شفتي الاراجوز صح؟ عجبت الفقر واللي قالوا انت حفظتيه صح؟ طيب شكرا ليكي، وان شاء الله تعرف ربنا يا رب يحميكي باذن الله. وكده نروح للجميلة التانية بقى. اسمك يا حبت؟ نسمة. نسمة عندك كم سنة يا نسمة؟ 12 سنة. جيتي هنا برضو بابا وماما اللي قالوا لك ولا انت عرفت ان هنا في نشاط لا عارفة ان هنا في نشاط. عرفت ايه بقى من المس لما كانت بتقول لك اغسلوا ايديكوا صح؟ قولي لي بقى ايه اللي انت استفدتيه وايه اللي عرفتيه بقى؟ هي كانت بتقول لي اغسلوا ايديكم. طب قبل ما كانت تقول لك اغسلوا ايديكم كنت انت بتغسلي ايديك بالطريقة اللي هي قالت عليها ولا لا؟ بالأمانة كده بص أنا مصدقك. لا لا يعني كده عرفتي الطريقة الصح اللي بتغسلوا بها الإيديك صح؟ وبتعملي ده ولا ساعات بتنسي؟ لا ساعات بنسى. طب إحنا كده بنعمل إيه بقى؟ اللي إحنا تعلمناه لازم جوانا نتال مركزين فيه ونحفظه، علشان أكتر حاجة حلوة في حياتنا إيه هي؟ الصح. إنك تبقي ماشية كده مفيش مرض، راحة مدرستك الصبح وانت مركزة، بتلعبي مع أصحابك، بتلوني دلوقتي أو بترسمي وانت عندك صح. عارفة الصح هتجينا ازاي؟ لما تحمي نفسك زي ما قالت رحمة. بابا وماما اللي جابوك هنا ولا انت اللي جيت من نفسك؟ أنا اللي جيت من نفسي. طب أنا سألت رحمة سؤال، قلت لها انت عارفة المعلومات بتاعة الكورونا ازاي تحمي نفسك من كورونا، بتقولي لأصحابك، هي قالت لي لا، وانا بحييها على ان هي صادقه. انت بقى بتقولي لاصحابك ولا لا؟ الصراحه لا. لا ليه؟ لا مش لازم تقولي لهم. طيب برضه توعدينا انك انت تقولي لاصحابك اي معلومه انت استفدتي بيها، تمام؟ هتقولي لهم؟ طب هتقولي لهم يعملوا ايه بقى؟ قال لهم يغسلوا ايدهم كويس. تمام. وارم الكمامه. صح. والاكل اللي بقى تقولي لهم ايه عن الاكل؟ فواكه وخضروات. فواكه وخضروات. طب لو في اكل انت مش بتحبيه، اكيد صح، الاكل اللي انت مش بتحبيه لو هو مفيد وهيخلي صحتك حلوه في الفتره دي هتاكليه ولا لا؟ هاكله طبعا. علشان شاطره وانا هسقفلك بجد والله، لان انت صحتك بتبقى غاليه عليك قوي، احلى حاجه عندك في الدنيا. فلو هتاكل اكل حتى لو هو بابا وماما قالوا لك الاكل ده وانت مش جايه على هواكي، لا تاكليه عشان خاطر صحتك. تمام؟ وعد. ماشي. هنشوف بقى اسمك ايه يا بابا حبيبي؟ شيماء. عندك كم سنه؟ 15 سنه. انا شايفك بتلوني على فكره، التلوين بتاعك جميل وماشي كده، الالوان متناسقه وحلوه والله. عرفت ايه بقى عن كورونا؟ تعرفي عن كورونا يا شيماء؟ كورونا وحشه، بتجيب مرض. بتجيب مرض، بتخلي البني ادم. شفت حد لا قدر الله عنده كورونا مثلا في الشارع او حد من تبعك او من اصحابك؟ لا. طب الحمد لله تعالى. اللي انت عرفتيه ان كورونا بتخوف وتخلي الانسان كده جسمه مهدود ومتكسر ومش عارف يتحرك وممكن لا قدر الله يموت في اي لحظه صح؟ صح. ايوه. طيب بتعملي ايه بقى علشان خاطر ان شاء الله تعالى ما تجيش كورونا لا ليكي ولا لحد من الناس اصحابك؟ بناكل خضروات وبنغسل ايدينا كويس ووشنا ومن المسجد لحد ولا بنسلم على حد. طيب واصحابك بتقولي لهم ولا مش بتقولي لهم؟ لا بصراحه لا برضو. لا ايه حكايه لا النهارده؟ ماشي. بس احنا كده في البرنامج خدنا وعد علشان الكلام ده هيشوفوه اصحابكم وهم هيبلغونا وكنت هتبلغوهم بالمعلومات اللي انتوا عرفتوها ولا لا؟ وعد هتقولي لكل صحباتك احنا استفدت من الانشطه اللي هنا وعرفت ازاي تغسلي ايديكي صح؟ صح. طيب وبالنسبه للاكل عرفت ايه بقى ان الاكل مفيد في ايه؟ الحاجات صح، الحاجات المسلوقه اللي بتخلي الجسم يعني نشيط كده وفايق. طيب بس شكرا ليك يا جماعه. اشوف بقى اسمك. ندى. ندى عندك كم سنه يا ندى؟
عندي 10 سنين. هسألك نفس السؤال، بس قبل ما أسألك نفس السؤال، أنت كنت بتلوني في تلوينك جميل صراحة يعني، بس عملت حاجة أقولك عليها ولا زعلي مني؟ طب أقولك عليها. بص، أنت حطيت اللونين على بعض. لا، لما تيجي تلوني أي علامة في واخده لون ما تلونيش عليها عشان ما يديناش لون ثالث، خلاص؟ دي حاجة. هو شوف، أنا قلت لك معلومة أهو. إيه بقى المعلومات اللي استفدتها من المس بره لما كانت بتشرح إزاي بقى تغسل إيديك وإزاي تتعامل مع كورونا؟ عرفتي عرفتي تغسلي ايديكي صح. طب قبل ما هي كانت بتقول لك وانا مصدقك، كنت بتغسلي ايديكي بالطريقه اللي كانت بتقول عليها ولا لا؟ ايوه. جميل. مين علمك اصلا الموضوع؟ هي الميس. بابا وماما هما اللي قالوا لك تعالي هنا. طيب، هتقولي لاصحابك انك انت اتعلمتي حاجه هنا وهتعلميهم؟ ايوه. تمام، خلاص. احنا كده خدنا وعد ان كنتوا اي معلومه عرفتوها لازم نبلغ بها اصحابنا علشان خاطر كلنا نستفيد، مش انا بس اللي عرفت المعلومه اغسل ايدي وعرفت ازاي اغسل وشي وازاي اكل خضروات واخد الحاجات اللي تخليني عندي صحتي كويسه. لا، لازم كل اصحابك يعرفوا المعلومه دي منك، وانا كده خدت منكم وعد. تمام تمام، شكرا ليكم، وربنا كده ان شاء الله يديكم الصحه يا رب باذن الله. مشاهدينا، ما فيش اكتر من البراءه اللي احنا شفناها في الفقرات اللي قال وصف ليها ان هي جميله ولذيذه وبالفطره. وشكرا فعلا لكل القائمين على هذا الصرح للي بيقدم المعلومه المفيده المبسطه. شفنا فقرات ترفيهيه ومعلومه في صوره كوميديه كمان. انا الكلام عندي خلص، ولكن لسه للمعلومه المفيده لسه ما خلصتش. هنروح نشوف فيلم اسمه محروس والفيروس. فيلم بيحكي القصه كاملة من بدايتها، ازاي نتعامل مع فيروس كورونا بمعطيات السن اللي هو نور عينينا الاطفال الصغيره. نشوف ده ونستمتع، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من سلامتك تهمنا. محروس والفيروس.
هذا البرنامج برعاية مشاهدينا. ولسه مكملين في الخدمات اللي بتقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لنور العيون الأطفال فيما يسمى بالدعم النفسي. شرفانا أستاذة نرمين منصور قائم بأعمال نائب مدير الدعم المؤسسي والنوع الاجتماعي. أهلا بك يا أستاذة. أهلا بحضرتك. الأنشطة الترفيهية بطبيعة الأطفال بيحبها، ولكن بيزيد مثلا جمالها وبتزيد الاستفادة منها وتعظيم الاستفادة منها لما بيكون جواها رسائل. بقى ايه الرسائل اللي انتوا بتقدموها في للأطفال داخل الأنشطة الترفيهية؟ يعني احنا كمان في اطار مشروعنا وفي اطار اللي احنا سمعناه يعني والعرض اللي كان نموذج من ضمن نماذج كتيره جدا بتتعمل في اكتر من 130 مجتمع في اطار مشروعنا دوت. يعني واحده من ضمن الرسائل اللي كنا بنديها لهم ان ازاي هم فعلا يحموا نفسيهم، لكن كمان بيهمنا جدا كنا في الجزء ده تحديدا ازاي نتعامل ونخلي الاطفال تقدر تعبر عن اللي جواها، عن أي صحيح. ضغوط كانت هي موجودة فيها، والتعبير ده كان عن طريق الكلام أو عن طريق الرسم. وكنا بنقول لهم ارسموا انتوا حاسين بإيه، طب قولوا لنا، طب نعمل، وبنقعد نفكر مع بعضينا طيب إزاي نكون بنحل الجزء ده. وهم كانوا بيقترحوا حاجات يعني عجيبة وجميلة. فالأطفال أصلاً طبيعتهم يعني يقدروا يكونوا بيشاركوا، وهم فعلا عملوا ده معانا وعبروا. وبالتالي كنا بنعتمد على ازاي في اطار وجود متخصصين يتعاملوا معاهم في ان ازاي يتعامل هو مع الازمه. يعني كان في اطفال بترسم رسومات اني انا قاعد حزين ومتضايق ومخنوق، لكن لما جيت دلوقتي بقيت فرحان ان انا في وسط. يعني كانوا بيعملوا رسمتين كده قبل وبعد، وإزاي يقدروا يكونوا بيتعاملوا مع ده. لكن كان مهم كمان أني إزاي نساعدهم إن هم يبقى عندهم ممارسات إيجابية. وكنا بنطبق ده معاهم وهم بيشاركوا بالفعل. يعني فكرة التباعد، فكرة إن هم إزاي لو أنا بلعب في مكان إزاي يبقى عندي مساحات آمنة للعب، فكرة بقى الأغذية السليمة والأكل الكويس، إزاي نساعد نفسينا ونسمع كلام بابا وماما في البيت ونبعد عن كل ما هو فيه مصنعات وأغذية يعني فيها حاجات يعني مواد حافظة بالضبط. لكن إزاي كنا بنساعدهم على الحفاظ على نفسهم وازاي ان هم كمان يضمنوا ده ويكملوا فيه يعني. فكنا بنعمل كمان مسابقات معاهم، وكنا بنقول للماما وبابا صوروا فيديوهات وهم بيعملوا دوت، وهم بياكلوا اكل كويس، وهم بيرسموا في البيت، وهم بيعملوا فكره او اشغال يدويه. فكنا بنعمل كمان مسابقات تحفيزيه وتنافسيه ما بين الاطفال علشان نقدر نقول ان نضمن احنا كمان ان هم بيشغلوا فعلا وقتهم بحاجه امنه وحاجه كويسه، وما يبقوش مضغوطين فعلا من ان هم حاسين يعني فكره عبء نفسي. يعني ان انا مقيد في الحركه بتاعتي، ان انا مش قادر اتحرك بطبيعتي زي الاول، وده ضد الفطره بالظبط. بالظبط يعني كلنا عندنا اولاد في بيوتنا، فاحنا قادرين نحس بده. يعني احنا مش بنتعامل مع الموقف عن بعيد، يعني احنا حاسين باولادنا، فهم كلهم ولادنا حقيقي. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا كنا بنهتم بيها، ازاي فكرة الأغذية السليمة والمراحل دي، ازاي فكرة بقى التكنولوجيا الأمنة. وكنا دي حاجة مهمة جدا ان احنا بنتكلم فيها، لاني مرات كانت مع الضغوط اني كان ما اسهل اني ممكن اولياء الامور يدوا التليفونات ويسيبوها يعني لولادهم، ودي احنا مش عارفين الانترنت مفتوح وواسع. فازاي هم يحموا نفسيهم، ازاي كنا حتى بنعلم كمان يعني زي ما زمايلي يشاركوا يعني من قبل كده، ان ازاي الاسر نفسها تقدر تتعامل، وازاي تقدر تعمل برامج الحماية للولاد، ازاي تقدر مثلا لو في برامج مهمة. كنا بنديهم بعض المواقع اللي كانت موجودة، لكن كمان الهيئة نفسها في اطار المشروع هي انتجت مجموعة من الادوات
الحاجات اللي تقدر تساعد الأطفال زي الألعاب زي فيلم كرتون زي بيتكلم وبيساعد الأطفال على الوصول للرسائل الصحية الصحيحة يعني. استوقفتني الكلمة اللي حضرتك بتقوليها في رسومات ما قبل وبعد، أكيد في فترة بين في الفترة البينية دي في تحديات قابلت القائمين على النشاط الترفيهي يعني، حابين برضو ننوه عنها يعني. الموضوع ما جاش الصبح طفل جاي من عزلة فجأة تلاقيه خلاص فك كده وتعامل وتعايش مع الموضوع، بالعكس بجانب إيجابي منه إن يرسم ويعبر ويفرح يعني. حابين نتكلم على التحديات اللي قابلت الناس يعني. الصراحة التحديات مش بس اللي قابلت الناس، لكن تحدي كمان كان عندنا إحنا في المشروع إني ازاي في ظل الأزمة احنا ندعو بعض الأطفال ان هي تقدر تشارك معنا. لكن بالظبط لكن احنا كنا بنعتمد على حاجتين او شريحتين من الأطفال بنشتغل معاهم، الأطفال اللي عندهم انترنت والأطفال اللي ما عندهمش انترنت. فاللي عندهم انترنت ليهم الوسائل التانية الكتيرة اللي بنقدر كنا نوصل ليها، لكن احنا تعاملنا بشكل مباشر مع الأطفال اللي ما عندهاش وسيلة الانترنت، فدول اللي كنا بندعو بالظبط اني ندعوهم في مجموعات، والمجموعات ديت ازاي يبقى فعلا فيها التباعد الاجتماعي، ازاي بعلمهم، ازاي بقى حريصة انا جدا في كل الممارسات، وازاي انا بقى نموذج ليهم يعني هم جايين يشوفوا نموذج يقدروا يعيشوا فيه فيقدروا يتعلموا، لان هو الاطفال يعني وسائل التعلم بالظبط، هم كمان عايز يشوف فهو بيشوف. صحيح. لما هيشوف مش قادر اقول له البس كمامه وانا مش لابسه كمامه، ما يعني مثلا ابقى جايبه لهم حاجات مصنعه وفي الاخر اقول له كل فاكهه مثلا يعني. فدي واحده من الحاجات اللي كنا احنا نفسنا لازم نجهز نفسنا وعندنا الاستعداد الكامل. صحيح. والجاهزيه للتعامل مع النشاط ده تحديدا. لكن كمان الاطفال نفسهم كل طفل عنده قصة وراه يعني وحكاية جاي بيها من ممكن بعض الضغوط أو تم ممارسة بعض أشكال العنف المختلفة، ضرب، إهانة مثلا، حد يزعق فيه، حد يقيد حركته. ده كان فرصة تعملوا معالجات تانية للأطفال، وده البعد التاني اللي كنا بنتكلم فيه مع الأسر. لأن إحنا المحور ده تحديدا وإحنا في مشروعنا مش بس كنا بنركز مع الأطفال، لكن مهم اني اشتغل مع الاسر لان هي من الاطراف الداعمه. صحيح. لحل الاشكاليات اللي مع الاطفال. صح. فكنا بنتعامل معاهم ازاي يبقى في طرق ايجابيه للتربيه والتربيه السليمه ايه، وازاي ان الوقت ده يبقى يعني باخده من التحدي يبقى فرصه. صحيح. يعني فرصه لتغيير كل ما هو كان سلبي وتحويل الى منحه. صحيح بالظبط بالظبط. وعلى فكره عندنا قصص نجاح كتيره جدا واسر قد ايه بقت قريبه لاولادها ويعني بقوا وخاصه على فكره كمان احنا مش بنتكلم بس على شريحه الاطفال اللي هم صغيرين يعني. الأطفال إحنا بنتكلم من كل من هم يوم يعني لغاية 18 سنة، ده الفئة العمرية المستهدفة يعني. بالضبط. إحنا طبعا الأطفال يعني إحنا كنا نتعامل مع الأطفال كل ما هم مثلا في سن الحضانة لغاية 18 سنة، وكنا بنعمل جلسات دعم نفسي كمان للفتيان والفتيات في سن المراهقة يعني، وكمان أسرهم علشان يقدروا يكونوا بيتعاملوا معاهم وإزاي يدعموهم نفسيا، وإن إزاي كل أب وأم، وعلى فكرة احنا نقول أب وأم يعني احنا كنا بندعو الأسرة لأني مؤمنين بحتة بعيدة شوية عن كده، أني هو مش تنميط أني مين مسؤول بس عن كمان يعني. صحيح. تربية الولاد هي الأم بس ولا الأم والأب؟ فكنا بندعو بالضبط يعني كل واحد بيبقى ليه دور طبعا أكيد بالضبط. وده التأثيرات اللي كانت موجودة حقيقي وعملت نقلة يعني فعلا إيجابية وقوية في عدد كبير من الأسر. إحنا وصلنا لأكتر من 140 ألف طفل بالضبط من خلال 70 ألف أسرة. فده عدد كبير يعني في 70 مجتمع محلي في محافظات الصعيد ووجه بحري. فدي من ضمن الحاجات التحديات يعني اللي إحنا كنا بنقابلها، أن كل طفل عنده رواية وقصة إزاي بنتعامل معاها وإزاي نقدر نكون بنوصل وفي تواصل مستمر مع الأهل يعني في تقديم الدعم ليهم.
من الكلام المبهج اللي حضرتك بتكلمي بالطريقة السلسة والشيك اللي حضرتك بتعرضي بيها، كمان في الهيئة انتجت فيلم حتى من ليه اسمه ليه دلالات، محروس والفيروس، صح؟ أيوة. حابين برضو ننوه عنه ونشوف خلفياته ايه بقى. ده فيلم كرتون حقيقي من الافلام الرائعة، واعتقد ان دي كانت فرصة حلوة قوي، لان النوع ده من الافلام هو يعني ما شفناش كتير افلام موجهة للاطفال ببساطة وبكرتون، لان احنا عارفين ان الكرتون ده اسهل حاجة واكتر وسيلة محببة للاطفال ان هم تبقى حاجة جاذبة ليهم يقدروا يسمعوها. فهو بيتكلم فعلا عن حكاية كل طفل مصري يعني، واي طفل كمان حوالينا مش بس مصري، يعني ان ازاي هو بيكتشف ايه هو الفيروس، في تعريف لايه هو الفيروس، ازاي نحمي نفسينا منه، ايه العادات والممارسات الصح اللي احنا نقدر نكون بنعملها وبنمارسها كل يوم، ازاي وانا بلعب مع اصحابي، ازاي وانا بلعب وانا يعني لو رحت مدرسة اتعامل ازاي، لو انا كمان باكل وبهتم بنفسي ايه الحاجات اللي المفروض اكلها، ايه الحاجات اللي استبدلها بدل بعضيها. انا يعني بتمنى ان احنا كمان نقدر يبقى في اتاحة ان نعرض الفيلم، لان هو طبعاً. الفيلم متاح على اليوتيوب، متاح على صفحات كتيرة جدا نقدر، وهو على فكرة وصل حقيقي ل يعني ناس كتيرة جدا جدا من الاسر والاطفال واستمتعوا به، وجالنا ردود فعل لطيفة، يعني لقينا نتيجة الفيلم ده ان في اطفال كتير بدأت تمثل القصة. يعني عندنا سكتشات من اطفال ومجموعات بدأت تمثل القصة دي، وبدأوا يصوروها لنا الأهالي إن هم يعني اتبسطوا بيها، وده يعني من الحاجات الإيجابية اللي المشروع خلقها في الوقت اللي فات. يعني شكرا لحضرتك، وشكرا على الكلام الجميل الطيب اللي حضرتك بتعرضي بيه، وتحياتي برضو لكل السواعد المحترمة داخل الهيئة وداخل القسم اللي حضرتك بتشرفي بترأسه. يعني مشاهدينا، يعني سمعنا أرقام مفرحة جدا، أسر وصل لها الدعم النفسي لأطفالها، كمان فكرة المشاركة الإيجابية. ضيفة الكريمة قالت إن مش بس الأم هي المسؤولة، ده الأم والأب هما اللي مسؤولين عن الأطفال، وجميل جدا إنك أنت تلاقي هيئة ومؤسسات مجتمع مدني تكون داعمة ليك. أنتجت فيلم هروح نستمتع به ونعرف المعلومة السريعة واللطيفة وبالشكل المناسب للمراحل العمرية. يا رب إن شاء الله تعالى يحفظ كل أطفالنا إن شاء الله، ويحفظ مصرنا الحبيبة. أنا الكلام عندي خلص، ولكن الجمال وخدمات الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية لسه مخلص. نروح نستمتع بالفيلم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومميزة جدا كالعادة من سلامتك تهمنا. في أمان الله. محروس والفيروس.
هذا البرنامج برعايه